البداية من تطورات الأزمة السياسية في العراق. اليوم رد مجلس القضاء على دعوة مقتضى الصدر للمجلس بإصدار قرار بحل مجلس النواب والدعوة للانتخابات المبكرة. رد بأنه يدعو لعدم زج القضاء في المنافسات السياسية. وقال المجلس في بيان إنه لا يمتلك أي صلاحيات تخوله التدخل بأمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفور صدور البيان أعلن الأمين العام للتيار الصدري بأنه يقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد الرئاسة الثلاث وطلبها بحل البرلمان. يأتي ذلك تزامنا مع وصول هادي العامري زعيم تحالف الفتح إلى أربيل لبحث التطورات السياسية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال اجتماعه بالعامري أكد على دعم جميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق واحترام وتطبيق الدستور.